خالد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء يقول أن مسار الشرق لم يكن فاعلا لمختلف الفاعلين، ماذا يقصد؟ نعم، دليل الذي يجري الآن في شرق السودان يعني هذا أكبر دليل على أنه يعني مسار الشرق كان هو واحد من أكبر المشاكل التي فجرت الأزمة في شرق السودان يعني. والحقيقة أنه هو موضوع نهج المسارات الذي يعني اتبع في مفاوضات سلام جوبا كان قد وجه بانتقادات شديدة جدا يعني، باعتبار أنه يجزئ المسألة، وباعتبار أنه يعني من كانوا في يمثلون هذه المسارات وخاصة مسار الشرق ومسار الوسط ومسار الشمال لم يكونوا مفوضين يعني من هذه المناطق ومن هذه الجهات ومن هذه الأقاليم لكي يتفاوضوا باسمهم يعني، كان ذلك وكان واضح جدا. لكن على كل حال هذا الذي جرى وتم في جوبا لحين التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة وبين المسارات المختلفة، مسار دارفور وبقية المسارات البالغ عددها 5. وحقيقة وجه مسار الشرق منذ البداية، نعم صحيح وجهت المسارات الأخرى مثل مسار الوسط ومسار الشمال باعتراضات من نخب من داخل هذين المسارين، لكن كانت المعارضة الأكبر والأشرس هي لمسار الشرق والمطالبة بإلغائه وهكذا. لكن على كل حال ضمن مسار الشرق في اتفاق مسار الشرق نفسه كان هنالك نص على أن يعقد مؤتمر عام للشرق يجتمع فيه كل أهل الشرق بمختلف انتماءاتهم يعني وبمختلف تنظيماتهم وأحزابهم، لكن هذا المؤتمر لم يقم. أيضا من المسائل غير مسار الشرق أيضا مسألة تعيين الوالي، تعيين الوالي لإحدى ولايات الشرق ولاية كسلة. ولاية كسلة تظل حتى الآن بلا والي، مجرد والي مكلف يعني حتى الآن، وكانت تلك قد أثارت برضو أيضا يعني قضية الشرق ما مرتبطة بالمسار فقط، هناك قضايا أخرى عالقة متعلقة بالشرق. هو طبعا غير المسار، هو طبعا الشرق حقيقة يعني الشرق له حقوق مهضومة ويعتبر يعني بالفعل واحد من مناطق السودان التي عانت التهميش وعانت الفقر ولديهم مظالم تاريخية قديمة جدا، ويعني لهم كل الحق، لهم مطالب أعتقد أنها مطالب مشروعة جدا، وهذا يعني تعترف به حتى الحكومة، وحتى في الحديث الذي أدلى به وزير رئاسة مجلس الوزراء الباشمهندس خالد فيه اعتراف بذلك يعني، وباعتبار أنه قضية الشرق السودان بشكل عام تحتاج إلى إيلائها عناية خاصة. فأعتقد أنه هذا هو المطلوب، أن ينظر لقضية الشرق بكل أبعادها يعني، ليس مسار الشرق وحده ولا مسألة تعيين الأولى، وإنما بكل أبعاد القضايا التي يعانيها شرق السودان. أيضا طبعا هنالك تماسات إقليمية تؤثر على الإقليم الشرقي الكبير، هذه كلها يعني لا بد أن تخضع للنظر. وأعتقد أنه يعني هنالك ترتيبات لعقد مثل هذا اللقاء التشاور الكبير بمنطقة أركويت في القريب العاجل. هناك الحديث عن مؤتمر يناقش قضايا الشرق وتمت الدعوة إليه في أكثر من مرة، لماذا لم يتم الاستجابة لهذا المؤتمر؟ أي نعم، أنا يعني حسب آخر معلوماتي أنه الترتيبات جارية لانعقاد مثل هذا المؤتمر بمنطقة أركويت كما ذكرت قبل قليل في القريب العاجل يعني لينظر لكل قضايا الشرق بكل هذا الشمول يعني، وكل قضاياها المدمنة وكل قضاياها التاريخية. هل كل الأطراف مرتضية هذا المؤتمر؟ أنا أعتقد أنه الترتيبات جارية، وأعتقد أنه ليس هنالك سبب يجعل يعني أي طرف يرفض، لأنه حتى الذين يعني رفضوا مسار الشرق وقاوموه كانوا يطالبون بتجاوز هذا المسار وعقد مؤتمر كبير وعام يجمع كل أهل الشرق
لكي يتداولوا حول مصير إقليمهم.